ويحرم عنه وليه في ماله، بمعنى أنه ينوي ويفعل عنه من أفعالهما ما يعجزه. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له المرأة ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، كما عند مسلم في الصحيح. والظاهر أن الطفل صغير كان موضوعا في المحفة ورفعته بعضده، فدل ذلك على أن الطفل غير المميز يصح حجه، يصح حجه. لكن قال الشيخ يحرم عنه وليه في ماله، أي في مال الولي وليس في مال الصبي، لأنه هو الذي يدخله في هذا وهو ليس مطلوبا منه، فيكون في مال الولي ويحرم عنه ويصح ذلك منه. نعم.